السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون بدا اكزرسيس سور لي زوبيراسيون دي نومبر ريلاتيف، يعني غنديروا ان شاء الله تمرين على العمليات على الاعداد النسبيه. بعد ما سالت لكم الدرس ديال لي نومبر ديسيمو ريلاتيف، بيان سور هضرنا فيه على الدغوات دو غادييه والدغوات دو غادييه، ما غاديش نشرحو لكم دابا. علاش؟ لان ديجا لحقت واحد الفيديو على الدغوات كغادي فيه اكزرسيس يعني شامل على الخلاصات الخاصيات كاملين اللي عندكم في الدغوات كغادي. ملي ساليت معاه قلت نعزل فيديو واحد اخر احسن على لي زوبيراسيون ديال لي نومبر ريلاتيف. تري بيان، ان شاء الله اليوم غنشوفوا العمليات و بيان سور الجمع والطرح والضرب والقسمه، ومن بعد ندوزو ان شاء الله للهندسة جيومتري. انا طلبوني الناس بزاف، ان شاء الله غنسالي هاد الفيديو هادو. انا علاش كنفضل من بعد ملي نسالي درس نعطيكم تمارين، يعني هادوك التمارين باش يترسخ لكم شويه في الدماغ وتستعدوا قبل ما تدوزوا لدرس واحد اخر، باش تكونوا نتوما دايرين فكره على كيفاش يقدر يتحط الامتحان باش ما يجيكمش صعيب الامتحان. لذلك كنفضل هذه الطريقه هذه احسن، ماشي نشرح خاصيه ديال اولا فيديو فقط كنشرح فيه مثلا شنو كتعني الخاصيه ولا ونحبس. ضروري خاصني لابد خاصني نعطي كل حاجه، اي حاجه شرحتها خاصني نعطي دي زيكزامبل ملي نسالي يسالي الدرس، يعني الشرح ديال الدرس. من بعد نعطي اكزرسيس، يعني يكون واحد التمرين يكون شامل على داكشي اللي شفتو في الدرس كله. دونك هذا الدرس ديال لي نومبر ديسيمو ريلاتيف، يعني من بعد ملي ساليتو عطيتكم جوج ديال الفيديوهات. الفيديو الاول عطيتكم فيه تمرين شامل على الدغوات غادي، وهذا الفيديو ان شاء الله على لي زوبيراسيون ديال لي نومبر ريلاتيف. سهل جدا هذا الشيء، كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش ديروا لايك كومونتير والاشتراك الى مازال ما اشتركتوا في القناه. نبداو على بركه الله. انتما كيف كتشوفوا السؤال الاول افكتوي لي كالكول سويفون، يعني غنحسبوا هاد لي زوبيراسيون اللي عندنا هنا. ليكسبرسيون ا بي سي دي او، ليكسبرسيون ا 16 موان 5 فوا 4، B est égal à 8 fois 4 moins 5 fois 6. C est égal à 9 moins 3 divisé par 3. Maintenant, plus moins. On peut le faire. Maintenant, plus moins. D est égal à moins 7 fois parenthèse 3 plus 6. E est égal à 7 moins les crochets 6 moins parenthèse 3 moins 8. Donc, on va tout accrocher. On va tout accrocher. On va tout accrocher. Ok. D'abord, on va tout accrocher. التمرين او لا نعطي السؤال الثاني بلوتو نعطي السؤال الثاني على العمليات الاخرين. كيستيون نيميرو 2 افكتوي لي زاديسيون سويفونت. عندنا دي زيكسبرسيون، عندنا ا بي سي دي، عندنا ناقص جوج. انا دابا كنهضر عرفتكم وتقول كتضيعي الوقت كتهضري باش اللي ما بانتش ليه شي حاجه، مثلا شي اشاره اولا شي حرف، مهم يتصنت ليا حل الودنين باش يعرف شنو كاتبه في السبور. ناقص 2.3 زائد بين قوسين ناقص 4.7، بي زائد 6.8 زائد ناقص 9.9، سي ناقص 3.5 زائد 1.8، دي ناقص 2.51 زائد ناقص 0، او 7.8 زائد ناقص 2.1، اف زائد 13.4 زائد ناقص 20.7، جي ناقص 10.8 زائد 11.2، اش زائد 17 ناقص 5.47. كتوقفوا الشاشه تتكتبوا التمرين ديالكم، ودابا غندوز للتصحيح ديال هاد دو كيستيون. كما كتشوفوا الكيستيون الاولى شكون قلنا افكتوي لي كالكول سويفون، عندنا دي زيكسبرسيون ا بي سي دي او اف. نبداو ب زيكسبرسيون ا ايتيغال ا 16 موان 5 فوا 4. شنو كتلاحظوا؟ عندنا واحد سيري دوبيراسيون. شنو فيها؟ فيها لا ديفيرونس وفيها ملتيبليكاسيون.
تري بيان. باش كنبداو دائما الا عندنا واحد سيري دوبيراسيون فيها لي بارونتيز فيها بزاف كنبداو بالاقواس هما الاولين ما عندناش الاقواس تري بيان. اش كنتبعو الضرب والقسمه. اوكي ملي كنساليو الضرب والقسمه كنتليو الجمع والطرح تري بيان. دابا شنو عندنا الاولويه لمن؟ بيان سيغ الاولويه للضرب. هادشي شفتو في الدرس الاول كاع ماش تلقاو مع مشكل درتو في الامتحان الاول. دونك هاد 16 ما غنقيسوهاش هاهي نخليها هي هذيك وكنديرو 5 في 4 لان غنصبقو الضرب هو الاول. 5 في 4 هي 20 تري بيان. شنو كتلاحظوا عندنا 16 ناقص 20 عندنا 16 ناقص 20 شنو هي ناقص؟ دائما ملي تكون عندكم ناقص في لي نومبر غولاتيف كردوها زائد ناقص يعني 16 هي زائد ناقص 20. دابا شنو رديناهم ولات عندنا جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان. دونك هنا عندنا زائد وهنا عندنا ناقص يعني جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان. القاعده شنو كتقول؟ كناخذوا اشاره العدد الكبير ثم نقوم بعمليه الطرح. فينا هو العدد الكبير هو 16 الاشاره ديالتو هي استغفر الله اش على خطا سمحوليا هنا 20 ردوا معايا البال 16 زائد ناقص 20 دابا جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان. هنا عندنا زائد هنا عندنا ناقص فينا هو العدد الكبير هو 20 كناخذوا الاشاره ديالو ها هي اوكي كنديروا عمليه الطرح كنديروا 20 ناقص 16 وهي 4. دابا ليكسبرسيون ا كتولي ناقص 4 تري بيان. عندنا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان فيما تكون عندكم ناقص كردوها زائد ناقص ديك زائد ناقص باش تبين لكم واش عندهم واش مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان او لا عندهم نفس الاشاره باش تطبقوا القاعده ديال الجمع. تري بيان حيت الطرح ما فيه حتى شي مشكل. تري بيان ندوزو ليكسبرسيون بي. اش كتلاحظوا سيري دوبيراسيون عندنا فيها الضرب ولا ديفيرونس يعني عندنا عمليه الضرب هي الجوده وعندنا لا سستراكسيون وعندنا عاود الضرب. تري بيان الاسبقيه لما تكون للضرب جيد. شنو كنديرو؟ كنديرو هاد الضرب مع بعضياتو كنديرو هاد الضرب مع بعضياتو. 8 في 4 كم تساوي؟ 8 مضروبة في 4 تساوي لنا 32. كنهبطو هاديك ناقص وكنديرو 5 في 6 هي 30. شنو كتلاحظو؟ عندنا لا ديفيرونس عندنا ناقص 32 ناقص 30 تخي بيان. شناهي هاديك ناقص؟ شنو قلنا ناقص؟ هي زائد ناقص 30 تخي بيان. واخا تبان لكم 32 ناقص 30 راه هي جوج ولكن بينوا الاستاذ بينوا الاستاذ بلي نتوما راكم فاهمين الدرس فاهمين القواعد فيما تشوفوا ناقص كتردوها زائد ناقص. تري بيان 32 زائد ناقص 30 دابا عندنا جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان. عندنا هنا زائد وهنا عندنا ناقص. تري بيان القاعده شنو كتقول لنا؟ عندنا جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان ناخذ اشاره العدد الكبير ثم نقوم بعمليه الطرح. العدد الكبير هو 32 كناخذ الاشاره ديالته هي زائد كندير 32 ناقص 30 وهي 2 تعطيكم زائد 2. نمشيو لوبيراسيون سي. اش كتلاحظوا في لوبيراسيون سي؟ عندنا 9 ناقص 3 مقسوم على 3. شنو كتلاحظوا؟ عندنا لا ديفيرونس وعندنا لا ديفيزيون. الاسبقيه اللي ما قلنا الاقواس ما عندناش الاقواس ولا المعقوفات ما عندناش الاسبقيه لمن؟ الضرب ولا القسمه؟ دونك شنو عندنا؟ القسمه. دونك الاسبقيه لهاد القسمه هادي عاد كنتليو ناقص. اوكي تري بيان كنخليو 9 وكنديرو ناقص 3 مقسومه على 3. 3 مقسومه على 3 عارفينها عدد مقسوم على عدد نفسه هو واحد. تري بيان عندنا دابا 9 ناقص 1 شنو غنديرو ليها؟ فيما تبان لكم ناقص ديروها زائد ناقص. اوكي 9 زائد ناقص 1 دابا ولات عندنا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان. هنا عندنا زائد هنا عندنا ناقص القاعده كتقول لنا جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان كذلك ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح. العدد الكبير عندنا هو 9 كناخذ الاشاره ديالو كندير 9 ناقص 1 وهي 8 زائد 8. نمشي لوبيراسيون دي. اش كتلاحظوا في لوبيراسيون دي؟ عندنا ناقص 7 مضروبه بين قوسين 3 زائد 6. واخا تبان لكم هنا الجمع وهنا الضرب ماليش تسبقوا الضرب ديالو
شوف بين قوسين يعني عندكم بارونتيز يعني ما بداخل الاقواس هو الاول كنحسبو هنا هو الاول تري بيان كنحطو ناقص 7 كنديرو الضرب كنهبطو حتى هو وكنجمعو ما بداخل الاقواس 3 زائد 6 وهي 9 تري بيان دابا عندنا ناقص 7 مضروبه في 9 دابا عندنا عمليه الضرب يعني شنو كتلاحظوا هنا ناقص 7 وهنا 9 ضرب عددين هما اشارتان مختلفتان دونك هنا راه زائد وهنا ناقص القاعده شنو كتقول ضرب عددين هما اشارتان مختلفتان يعني ناقص في زائد دائما كتكون ناقص علاش لان ناقص مضروبه في زائد كتساوي ناقص وزائد مضروبه في ناقص نفسها زائد في ناقص ولا ناقص في زائد كتقول لنا ناقص زائد في زائد كتساوي لنا زائد ناقص في ناقص كتساوي لنا زائد تري بيان دونك ناقص 7 مضروبه في زائد 9 عندنا ناقص في زائد ناقص في زائد كتساوي لنا ناقص فعلا حطينا الاشاره ديالنا هذا كنديروا 7 في 9 مفهوم 63 تري بيان اوبيراسيون او ناقص 2 ناقص 4 مضروبه في 6 ناقص 8 شنو كتلاحظوا عندنا القوسين كنسبقوا ما بداخل الاقواس بيان سيغ كنحسبوا هادو هذا هادو شنو كتلاحظوا ناقص 2 ناقص 4 ناقص 2 ناقص 4 هذيك ناقص ردوها زائد يعني ناقص 2 زائد ناقص 4 تري بيان كنهبطوا داك الضرب وهنا 6 ناقص 8 شنو كتلاحظوا انا ناقص كنديروا 6 زائد ناقص 8 تري بيان يعني هاد ناقص دائما كنردو زائد ناقص دائما كنردو زائد ناقص علاش علاش باش نبينو واش باش كتردوها زائد كتبينو واش مجموع عددين لهما نفس الاشاره او لا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان شنو كتلاحظوا هنا عندكم شي دابا غير في هاد لوبيراسيون هادي عندكم القاعده ديال الجمع قاعده الجمع عندكم في هاد لي دو اوبيراسيون هادي هاد لوبيراسيون او يعني من هنا حتى لهنا عندكم قاعده الجمع عندنا ناقص 2 زائد ناقص 4 مجموع عددين لهما نفس الاشاره كنحطو ديك الاشاره وكنجمعوا العددين 4 زائد 2 هي 6 دائما كنحطو ديك الاشاره يا زائد زائد يا ناقص ناقص كنحطو ديك الاشاره حيت عندنا جمع عددين لهما نفس الاشاره كنحطو ديك الاشاره ها هي حطيناها اوكي وكنجمعوا العددين 2 زائد 4 هي 6 كنخلو الضرب ديالنا كنهبطوه كنديروا العمليه الاخرى 6 زائد ناقص 8 شنو كتلاحظوا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح فين هو العدد الكبير هو 8 كناخذ الاشاره ديالو ها هي وكنديروا عمليه الطرح 8 ناقص 6 هي 2 عندنا دابا ناقص 6 مضربه في ناقص 2 تري بيان ها القاعده ديال الضرب عندنا ناقص في ناقص ها هي ناقص مضربه في ناقص كتساوي لنا زائد اوكي ها هي زائد وكنديروا 6 في 2 كتعطينا 12 تري بيان سهل جدا هادشي ندوزو لوبيراسيون اف لوبيراسيون اف عندنا 7 ناقص عندنا لي كروشي وعندنا 6 ناقص بين قوسين عاوج 3 ناقص 8 شنو كتلاحظوا دائما الاسبقيه ما بداخل الاقواس كنتبعوها لي كروشي ثم كنتبعوها الى كاين الضرب والقسمه ثم كنتبعوها الجمع والطرح الى كاين تري بيان شنو كتلاحظوا 7 ما تبقى هي هي اول حاجه غنحسبوا هي ما بداخل الاقواس ما بداخل هاد القوسين كنهبطوا ديك 7 كنديروا ناقص كنحلوا لي كروشي كنخلوا ديك 6 دابا ما بداخل الاقواس كنحسبوا هاد ما بداخل الاقواس عندنا فيه ناقص شنو كتلاحظوا ديك ناقص غردوها زائد ناقص يعني 3 زائد ناقص 8 خلوا القوسين لان مازال ما حسبنا والو تري بيان كنسدو لي كروشي كنديرو تاني 7 ناقص لي كروشي 6 ناقص دابا غنحسبو عاود هاد الشيء هنا بين قوسين باش تبينو بان هذا راه عدد سالب دابا 3 زائد ناقص 8 دابا عندنا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان تري بيان هنا راه كاينه زائد هنا عندنا ناقص تري بيان 3 زائد ناقص 8 مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان القاعده هي ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح ردوا البال ناقص راه باقا هي ناقص
هنا راه ديال تخرج الاقوس ما تقيسوهاش. عاده عندنا ما بداخل القوسين شكون الكبير عندنا هو 8 كناخذوا الاشاره ديالو. ها هي نتوما نقوم بعمليه الطرح 8 ناقص 3 هي 5. تري بيان كنسدو القوسين كنسدو لي كروشي اعيد 6 هبطنا بلاتي عندنا لي كروشي واحد كنبداو نحسبو ما بداخل القوسين كتبقى 7 هي ما نقيسوهاش ناقص هي هي لي كروشي كنحلوهم حتى هما 6 كتبقى هي ناقص كتبقى هي كنخدمو مع ما بداخل القوسين. ردوا البال ما بداخل القوسين هاد ناقص خارج على القوسين ما داخلاش وكنديرو هذيك 3 زائد ناقص 8 شنو قلنا جمع لينا اشارتان مختلفتان كناخذ اشاره العدد الكبير هي ناقص 8 حطيناها وكنديرو 8 ناقص 3 هي 5 ردوا البال دابا شوف بلاتي عندنا ناقص ناقص 5 تري بيان. شنو كتلاحظوا دابا غنحسبوا ما بداخل لي كروشي اوكي غنديروا هاد العمليه دابا هادي اوكي باش نحيدوا باش نتخلصوا من لي كروشي 7 ناقص شنو كتردوا البال 6 ناقص ناقص 8 ناقص في فين هي ناقص في ناقص شتي هاد ناقص ناقص راه هي بحد ذاتها ناقص مضروبه في ناقص هاي ناقص ناقص كتعطينا زائد كنحلوا لي كروشي حيت مازال سالينا 6 زائد 5 تري بيان. دابا غنحسبوا هاد 6 زائد 5 هنا ما بداخل لي كروشي 7 ناقص هاد لي كروشي كنحيدوهم وكنديروا 6 زائد 5 كتعطينا 11 شنو كتلاحظوا 7 ناقص 11 شنو هي 7 ناقص 11 7 هي 7 زائد ناقص 11 واش كيبان لكم هادشي ولا هي 7 زائد ناقص 11 ندير لكم تساوي هنا بلا ما ندير تساوي لتحت عندنا دابا مجموع عدد شنو هاد ناقص راه هي زائد ناقص اللي شرحت لكم قبيلات كنديروا 7 زائد ناقص 11 اوكي ثم شنو كنديروا مجموع عددين اللي هما اشارتان مختلفتان ناخذ اشاره العدد الكبير اللي هي 11 ناقص اوكي كنديروا 11 ناقص 7 ناقص 4 تري بيان. ندوزو لكيستيون نيميرو 2 ها اللي ما فهمش شي حاجه يقولها ليا باقي ان شاء الله غنديروا مزال امتحانات تنشرح ان شاء الله الدرس ديال الجيومتري الهندسه ومن بعد نعطيكم نماذج امتحانات. كيستيون نيميرو 2 انا افكتيو لي زاديسيون سويفون انا هاد لاديسيون هذا عندنا ناقص 2.3 زائد ناقص 4.7 هنا بين لكم القاعده هكا بين قدامكم يعني خاصكم غير تطبقوا القاعده الى عندكم جمع عددين لهما نفس الاشاره كنحطوا تلك الاشاره ثم نقوم بجمع العددين الى عندكم جمع عددين لهما اشارتان مختلفتان ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح شنو كتلاحظوا جمع عددين لهما نفس الاشاره كناخذوا هذيك الاشاره عندنا ناقص 2.3 زائد ناقص 4.7 يعني عندنا المجموع ها هو مجموع ديال العددين اللي هما نفس الاشاره اشاره ناقص اشاره ناقص اوكي القاعده كتقول كنحطوا هذيك الاشاره ها هي ثم نقوم بعمليه الجمع كنديروا 2.3 زائد 7 زائد 4.7 كتساوي لنا 7 تري بيان. نمشيو لوبيراسيون بي كتسوي لنا لوبيراسيون بي زائد 6.8 زائد ناقص 9.9 شحال كتساوي لنا هاد لوبيراسيون شنو كتلاحظوا عندنا مجموع عندنا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان زائد ناقص القاعده شنو كتقول ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح فين هو العدد الكبير واش 6.8 ولا 9.9 بيان سور 9.9 هو لو بلو كون نومبر دونك كناخذ الاشاره ديالو هي ناقص هي حطيناها ثم نقوم بعمليه الطرح وكنديروا 9.9 كنقصوا منها 6.8 كتعطينا 3.1 مفهوم. ندوزو لوبيراسيون سي كتلاحظوا في لوبيراسيون سي عندنا مجموع هو مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان عندنا ناقص وعندنا زائد قاعده
شنو كتقول؟ ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح. في نوع العدد الكبير هو 3.5 كناخذ الاشاره ديالو اللي هي ناقص كنحطوها، ثم نقوم بعمليه الطرح. 3.5 كنقصوا منها 1.8 تساوي لنا 1.7. بيان سيغ 3.8 كبر من 1.8، داكشي علاش حسينا الاشاره ديالو حطيناها وكنديروا الطرح. بيان كنمشيو لوبيراسيون دي. لوبيراسيون دي هي ناقص 2.51 زائد ناقص 0. شحال كتساوي لنا هاد العملية هادي؟ لوغيزو البال عندنا مجموع، أها مجموع عددين لهما نفس الإشارة، عندنا هنا ناقص وهنا عندنا ناقص. تخي بيان شنو كنديرو؟ كنديرو هاديك الإشارة ناقص، أوكي، كنجمعو العددين 2.51 زائد 0 هي 2.51. تخي بيان سهلة جدا، 2.51 زائد 0 عدد زائد والو هو نفس العدد، هو 2.51. نمشيو لوبيراسيون أو. لوبيراسيون أو كتساوي 7.8 زائد ناقص 2.1. شنو كتلاحظو؟ عندنا مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان. علاش؟ لأن عندنا هنايا زائد هنا عندنا ناقص، عددين لهما إشارتان مختلفتان. القاعدة شنو كتقول؟ ناخذ إشارة العدد الأكبر ثم نقوم بعملية الطرح. في نوع العدد الكبير هو 7.8 كناخذ الإشارة ديالته هاهي حطيناها، وكنديرو عملية الطرح كنديرو 7.8 ناقص 2.1 5.7. تخي بيان كنمشيو لوبيراسيون إف. إف كتساوي لنا زائد 13.4 زائد ناقص 20.7. شنو كتلاحظوا في لوبيراسيون؟ عندنا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان. عندنا مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان، عندنا ناقص، عندنا زائد، وعندنا ناقص. القاعده كذلك ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح. في نوع العدد الكبير واش 13.4 او 20.7؟ بيان سور 20.7 هو العدد الكبير. كنديرو عملية الطرح، كنهزو الإشارة ديالتو بعدا وكنديرو عملية الطرح. عملية الطرح ديالنا هي 20.7 ناقص 13.4 7.3. تخي بيان نمشيو لوبيراسيون جي. لوبيراسيون جي عندنا فيها ناقص 10.8 زائد زائد 11.2. عندنا هنا ناقص وهنا زائد، مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان. قاعدة كتقول نأخذ إشارة العدد الأكبر ثم نقوم بعملية الطرح. في نوع العدد الكبير وهو 11.2 كناخذ الإشارة ديالتو هاهي حطيناها. عندنا 10.8 و 11.2 مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان. القاعدة كناخذ إشارة العدد الكبير اللي هو 11.2 كبر من 10.8 كناخذ الإشارة ديالو كنحطوها، كنديرو عملية الطرح. كنديرو 11.2 ناقص 10.8 هي 0.4. نمشيو لوبيراسيون الأخيرة أش. كتساوي لينا زائد 17. غندير ليكم هنا، ندير ليكم ناقص ناقص 5.7. تخي بيان ما غاديش نخليها زائد زائد، غنخليها ناقص ناقص. تخي بيان اذا عندنا زائد 17 ناقص ناقص 5.47. شنو كتلاحظوا؟ مابقاش عندنا لاديسيون، عندنا دابا هنا ناقص ناقص. شنو كتلاحظوا؟ ناقص ناقص شنو هي ناقص ناقص؟ دائما قلت لكم في الفيديو اللي داز بانت لكم ناقص ناقص كتولي لنا زائد. لماذا؟ لان ناقص مضروبه هنا في ناقص، بحال قلتي هنا مضروبه في ناقص، بحال قلتي الضرب، يعني القاعده ديال الضرب ناقص في ناقص وهنا زائد، وزائد في زائد هي زائد. مهم ولا كانت ناقص مضروبه في زائد كتساوي لنا ناقص. المهم هنا كتولي لنا زائد، ردوا البال، ردوا البال، هي زائد 17
زائد 5 حصلنا 47. مجموع عددين لهما نفس الإشارة، كنحطو ديك الإشارة وكنجمعو العددين. دونك عندنا هنا الجمع، عندنا عادي كنحطو الإشارات هما كنجمعو العددين 17 زائد 5.47 22.47. تري بيان، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. ما قدرتش الصراحة، قالوا لي شرحينا لا جيومتري وزلبانين، ما قدرتش ندوز لدرس واحد اخر وانا ما درت لكم لا اكزرسيس لا حتى شي حاجه. يعني خصني ندير معكم تمارين قبل ما ندوز لدرس واحد اخر. داك الدرس اللي غندير عاود منين ساري حتى هو غندير التمارين عليه، اوكي، في فيديو خاص عاد كندوز نماذج امتحانات. تري بيان، هذا الشيء اللي كاين فهاد التمرين هذا. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللي عنده اي تساؤل اكتبوا لي في الكومنتير وديروا لايك، اشتراك اذا مازال ما اشتركتوش. الى فيديو اخر ان شاء الله.